بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم تم حملة تحسيسية وتوعوية لمستعملي الطريق من وقاية من مخاطر حوادث الطرقات من أجل ضمان سلامة مرورية. هذه الحملة ذات الحق الوطني من أجل تحسيس مستعملي الطريق لعدم الإفراط في السرعة، وكذا اتخاذ والتقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم، وذلك بالنظر الخسائر البشرية والمادية التي نعرفها كل سنة في هذا الشأن. اليوم شاركنا مع الجمعيات والسلطات المحلية في إطار التحسيس في حملة خاصة لحوادث المرور والتوعية وسط المواطنين والمواطنات، خاصة في جانب الفقرات اللي جعل الجزائر العطلة، وكاين كاع الناس راهم في عطلة تقريبا والأطفال والجدران في كل مكان. يدخل حوادث المرور خاصة هي كل الحوادث والحوادث المرور على وجه الخصوص، لذلك هذه مساهمة وإحنا بدورنا كجمعيات نساهم في كل أي حادث في إضافة للمجتمع نساهم فيها ونبادروا حسب المشاركة من جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، جمعية الجزائر الجديدة، جمعية شيخ العراق، جمعية السلامة المرورية، جمعية التأمين تاع الأرض خاصة بشركة التأمين الأسعار. فكر 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 فكر.